بيسعدنا يكون معانا نجمة من النجوم اللي أثبتت وجودها بجد في أكتر من عمل، وأخيرا في العمل اللي اتقدم رمضان ده 100 راجل. هي مش أول مرة نشوفها في أعمال فنية، يعني قبل كده شفناها في أكتر من عمل، لكن أكتر حاجة لفتت نظرنا ليها هي التلقائية، الشطارة في التمثيل. فبيسعدنا يكون معانا النهاردة نانسي صلاح، منورانا. أهلا وسهلا بيك يا نانسي، نورتينا وشرفتينا حضرتك. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين، ومنورانا الجميلة الأنيقة يعني حياتي المصرية، يعني حاجات كتيرة كده. حياتي حياتي يا سوسي، حياتي انتي جميلة. ثانك يو. انت كنت منورة على شاشة النهار من شخصية سونا بميت سونا. راجل. صح. بس انت كنت مترددة تقدميها، كنت خايفة من فكرة انها شخصية شريرة؟ شريرة وطباعها غريبة. عندها طريقة غريبة، وهم كانوا عايزيني أقدمها بطريقة جديدة، يعني أشوف لها حاجة جديدة عشان ما تبقاش زي اللي أنا قدمته قبل كده. هي شوية يعني، كان أنا كنت دايما بقول أستاذة هالة فاخر، أنت مش واخدة بالك إن أنا وسمية طريقة كلامنا مختلفة؟ قالت لي أيوة. ليه كده؟ في إيه؟ قلت لها عشان أنت كنت رمياني في الشارع، ما كانش عندك وقت تربي. فكان نفسي هي تقول لي الجملة دي، أنت اللي ليه وبقك معوج وأختك لأ؟ فهمتي قصدي؟ هي دي كانت الصراع دايما ما بين إن أنا اهلي بيحبوا اختي اكتر مني جوه المسلسل في الشخصيه نفسها، فكان عندي صعوبه ازاي انا عايزه ابقى مختلفه، يعني عايزه ابقى تبقى سونا اقلف كل حاجه من غاليه علشان يبان التفاوت في التربيه. طب التجربه في رمضان كانت عامله ازاي؟ بصي التجربه الاكسبوجر بتاع مسلسل بيتعرض على نهار ورمضان، انا الحمد لله النهار بالنسبه لي وشها حلو عليا، كذا حاجه الحمد لله اتعرضت لي على النهار، ودايما الحاجات اللي بتتعرض على النهار الحمد لله بتنجح بجد والله العظيم. عاليه جدا. والله العظيم. فعايز اشكر قناه النهار واشكر استاذ علاء الكحكي طبعا، واشكركم جميعا. بس بالنسبه لرمضان، سباق رمضان بيبقى مليان مليان، ومش لازم كل الناس تنجح، بس على الاقل نبقى موجودين، على الاقل الناس تشوفنا في عمل جوه، مش طول الوقت بنشوف كل الاعمال، بس بعد رمضان كل حاجه بتتشاف، كل حاجه بتبتدي انها يتحط لها التقدير الصح بتاعها، لان في رمضان مش بيبقى عندك وقت تشوفي كل ال 13 مسلسل هتشوفيهم في اليوم. طب وهتعملي ايه باقي اليوم؟ لما اتعرض عليكي المسلسل في الاول، عرفتي ان هو بطوله سميه خشاب، ولقيتي ان قبل ما نخش رمضان ابتدى النقد، تاتو الحواجب، أيوه. التاتو بتاع سميه خشاب والكلام ده كله، ما قلقتيش؟ لا، انك تبقي راحه انك انت هتتقدمي، او في عمل هيتقدم ليكي والجمهور اوريدي مستني. هي قرار عملت العكس، قررت تدافع عن سميه. انا دايما انا على فكره بتحمق قوي لما بلاقي حد مظلوم. حتى ما معرفوش هتلاقيني واقفه بتخانق، يعني في ايه يا جماعه بجد؟ ما خفتيش؟ مش ما بخ... بصي او لا، ما قلقتيش؟ قلت ياه انا بتوكل على الله؟ لا، هو كده كده ما كانش فيه الضجه المرعبه، انا ما ركزتش قوي فيها، بس عامه انا بحب النوش، لما في حاجه عليها نوش كده كده بتتشاف مبدئيا، يعني فاعملوا نوش زي ما انتوا عايزين يا جماعه. ده اللي خلاكي تخشي زي ما سوري؟ لا مش بخش انا اوريدي. وتدافعي عنها؟ مش بدافع عنها، بس طب ما في كتير قوي عاملين فيلر وبوتوكس، يعني صح ولا انا غلطانه؟ في طبعا. اشمعنى هي اللي اتكلموا عنها؟ يمكن عشان هي داخله في دور ان هي بنت بلد مثلا بقى ومن غير ميك اب كتير. ميبي، بس انا دي حاجه ما تخصنيش، انا كممثله هبص لنفسي، هبص لدوري، هبص للشخصيه بتاعتي، هركز فيها اكتر عشان ده المهم بالنسبه لي. اللي جوه العمل ده مش بتاعي انا، بتاع المخرج المنتج الكلام، بس انا شايفاها ما غلطتش خالص، هي حد عادي طالعه عايزه شكلها يبقى جميل وحلو، كلنا عايزين نبقى كده.